الفساد يأتينا يعني بكميات هائلة كبيرة، سواء فساد إداري أو فساد مالي أو فساد كبير أو فساد صغير، كل هذه القضايا توضع على أدراج مجلس النواب، توضع في اللجنة المالية وتناقش في اللجنة المالية بندن بندن كل المسائل. فلذلك يعني في السابق كان متهم مجلس النواب انه قضايا الفساد في الادراج فقط. لا مش في الادراج اصلا. تقارير ديوان المحاسبه على مدار سنوات لم يتم مناقشتها بشكل جدي، لكن الان في جديه تامه في مناقشه تقارير ديوان المحاسبه. الان نحن نناقش تقارير سنه 2017، بمعنى ان كافه التقارير السابقه قد تم اتخاذ اجراءات فيها وتم مناقشتها، والان نناقش سنه 2017 ومقبلين يعني على مناقشه تقارير ديوان المحاسبه 2018. نعم. طب مجلس النواب حكى انه لم يكن هناك جديه في هذه الملفات، متى اتخذ هذه الخطوه الجديه؟ في اي فتره؟ في الفتره في عهد هذا المجلس. كل التقارير اللي جاءت الى ديوان المحاسبه اللي جاءت الى مجلس النواب في عهد هذا المجلس تم مناقشتها بندن بندن. طب اليس هذا فساد ان تكون المجالس السابقه غير مهتمه بملفات المجالس ديوان المحاسبه والفساد؟ احنا بنحكي عن المجلس الحالي، هذه قضيه ثانيه متعلقه بالمجالس السابقه. لكن مجلس النواب مؤتمن. مجلس النواب مؤتمن، واقسم كل نائب اليمين بالمحافظه على الدستور ويعني على كل ما يتعلق بالدوله وباموال الدوله. فاحنا يعني احنا انا بقول لك عن جديه هذه المساله، انها في هذا المجلس تم مناقشه كافه تقارير ديوان المحاسبه السابقه، وصلنا الى تقرير 2017، وتقرير 2017 تم احاله 54 قضيه على مدار السنه يعني الدوره الماضيه، تم احالتها الى دائره مكافحه الفساد، الى هيئه مكافحه الفساد، النزاهه ومكافحه الفساد، وبعضها تم احالته الى المدعي العام النائب العام. طب وبعضها تم القضايا هل تم اخذها من القضاء حاليا؟ نعم. تم اخذها في القضاء؟ تم التحويل الى للقضاء فيها. طبعا في قضايا مباشره كانت تروح للقضاء، في قضايا تروح لمكافحه الفساد، وفي قضايا تم عليها المصالحه. ففي كثير من القضايا تمت عليها المصالحه برقم 185 مليون. نعم. يعني بما بهذا الرقم تقريبا 185 مليون تم اعادتها الى يعني مواقعها الاصليه، اما للشركات او للموازنه اذا كانت من اموال الموازنه او لاي مصدر كان، تم اعادتها لذلك المصدر الذي منه تم يعني استعمال المال بشكل سيء او استعمال الاداره التي نتج عنها يعني ضياع في المال العام. فهذه كلها تم مناقشتها وتناقش بشكل دائم ومستمر. يعني احنا امبارح في جلسه امبارح كان في عندنا نقاش لتقارير 2017 لكافة. طب القضايا اللي ما صار فيها تصالح شو صار فيها؟ لوين وصلت بهاي الحالة؟ أنا بحكي لك، إحنا عندنا ثلاث جهات ممكن نشتغل فيها، إما التصالح يعني بمعنى نطلب من الجهة أن تعيد الأموال، وإما إدارة مكافحة الفساد، وإما النائب العام.